اوكي اهت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من تعليلة. وتعليل هذا المساء نتوقف فيها مع انتهاء فترة الترشيح للانتخابات النيابية، طبعا في تمام الساعة 3:30 من بعد عصر اليوم، بعد أن انطلقت الصباح يوم السبت الماضي وتم إغلاق باب الترشيح عصر اليوم طبعا في تمام الساعة 3:30. ماذا أفرزت عملية الترشيح أو من تقدم؟ طبعا لأول مرة يكون هناك شيء اسمه القائمة الوطنية أو القائمة أو الدائرة العامة يتنافس عليها عدد كبير، والمفاجأة كان بتقدم نحو 60 قائمة لخوض المعركة الانتخابية، طبعا تتنافس على 27 مقعد فقط، في حين بلغ عدد الإجمالي للمرشحين لجميع الدوائر والقوائم الانتخابية 1518 مرشح ومرشحة، بينهم 213 سيدة. المفاجأة الأخرى أيضا وجود مرشح وحيد، لا نقول فائز بناء على حضور يعني المعنيين، هلا بيقولون لا يا عمي ما فاز، احنا بدنا نحكي على نفس لغتهم. طبعا مرشح وحيد للمقعد الشيشاني والشرشفي، اذا تم قبول طلب الترشيح فيعتبر مباشرة فائز بمقعد الشيشان والشرشف عن محافظة الزرقاء. أرحب بضيوفي في حلقة اليوم من برنامج تعليلة، ونحن نتحدث عن أجواء الترشيح، سنتناولها أيضا من السلبيات، ماذا لاحظت الجهة التي تراقب عملية الترشيح. سنتوقف طبعا بالبداية، أرحب بعطوفة السيد حسين بني هاني الناطق الإعلام باسم الهيئة المستقلة للانتخابات، أهلا وسهلا فيك عطوفة. الله يبارك بالخير يا مسرود. وأرحب أيضا بالبشمهندس محمد الحصاونة مدير برنامج رصد الانتخابات والأداء البرلماني في مركز حياة، وهي مؤسسة مجتمع مدني ضمن التحالف الراشد، أهلا وسهلا فيكم جميعا. وطبعا مشاهدينا الكرام بإمكانكم التواصل معنا في حلقة اليوم من خلال اتصال على هواتف البرنامج الظاهرة على الشاشة، وكذلك من خلال رسائل قصيرة عبر الأسماس على الرقم الموحد لجميع الشبكات أورانج أمنية زين 90217. لا إله إلا الله نبدا بكم الجلالة محمد رسول الله خاتم الرسالة لا إله إلا الله. فريق البرنامج لهذا المساء من الهندسة والإخراج الزميل العزيز محمد الخطيب وعمر الشيخ، في المتابعة زملائنا يوسف أبو حطب وسنا محمد أبو خالد تامر الشيخ، إضافة إلى أنس أبو الشاسية الهام الخلايلة، وكذلك زميلنا العزيز محمد هنية مدير استديو الزميل إسماعيل أبو خميس، من العلاقات العامة زميلنا طبعا أيمن الزعبي، وكذلك حسن أبو حمزة وخالد المصري، وفي الإعداد مروان شحادة رئيس التحرير وعدنان بدري مدير التحرير، وكذلك الزميل عبد الكريم الزعبي رئيس قسم المحليات وإبراهيم الشيخ مدير دائرة الأخبار. ولا ننسى التحية لزميلنا أحمد خليل وكذلك الزميل صابر المصري، أما المشرف العام للبرنامج فالزميل علي الشيخ أبو عمر، كذلك تحية للمخرج الزميل محمد جبريل، وكذلك لزميلنا محمد الفايز، وأنا معكم معاذ لبطوش، فأهلا وسهلا بكم. ويبدو أن مخرجنا اليوم الزميل إسماعيل أبو خميس، مع التحية للزميل محمد جبريل. جديد ورحب بضيوفي طبعا الناطق الإعلام باسم الهيئة المستقلة للانتخابات السيد حسين بني هاني، أهلا وسهلا فيك. كذلك تحية وتقديم للزميل، وطبعا لأنه احنا نشتغل على المراقبة، المهندس محمد الخصام ومدير برنامج رصد الانتخابات والأداء البرلماني في مركز الحياة. أبدأ مع السيد حسين بني هاني، اليوم في تمام الساعة 3:30 تم إغلاق طبعا باب الترشيح للانتخابات النيابية لعام 2013 مثل نواب 17.
أشكرك أخي معاذ. نعم هذا استحقاق القانون. القانون تحدث عن 3 أيام بدأت بيوم السبت 22 الشهر الحالي وانتهت اليوم مع نهاية الدوام هذا اليوم الاثنين. كان كما ذكرت في مطلع التقرير كان لدينا 60 قائمة قدمت لدى الهيئة المستقلة للانتخاب. شكلت 5 لجان لغايات الاستلام وكان هناك كما تعلم يعني 698 مرشح في الدوائر المحلية كما ذكرت، أيضا بينهم 129 سيدة، والقوائم 60 كان عدد المترشحين فيها 820 وكان بيناتهم 84 سيدة. هذا هو استحقاق القانون. القوائم 820 تضمنت القوائم 820 مترشح بينهم 84 سيدة، 84 سيدة، في حين الدوائر الانتخابية المحلية 698 بينهم 129 سيدة. طبعا هناك بين هذه القوائم أو يرأس يعني 2 من هذه القوائم سيدات من سيدات المجتمع الأردني، وبالتالي يعني هذا بالنسبة لنا شيء يفرح أن يكون هذا الحضور للسيدات على هذا المستوى. المفاجأة كانت أن هذا العدد الكبير من المفاجأة كانت للجميع ربما، وأنت قبل الهوى قلت أنه هذه مفاجأة أن يكون لدينا 60 قائمة، لكن هذا هو القانون. نحن نرحب بكل الذين تقدموا وأمنياتنا لهم طبعا بالخير والنجاح، وإن شاء الله الأيام القادمة يعني يقدموا برامجهم للناخبين حسب الأصول، ومن ثم يعني يقول كلمتهم في هذه البرامج حتى يستطيع الناخب أن يختار ويميز من هو الأفضل ومن هو الذي يمثله بطريقة صحيحة وأن يعبر عن رأيه بطريقة صحيحة. نعم حتى بعد ذلك أنتقل للسيد محمد خصان، بس بدي أسأل سؤال مباشرة. يعني اليوم كان في إشكالية أو ربما رأينا احتجاج من بعض من أحد الأفراد على موضوع القوائم، أيضا يتقدم بقائمة لطلب الترشح لكن صار إشكالية، ما بنعرف يعني هو رفض الطلب ولا شو قصر الحكومة. يا سيدي شوف، أولا نحن دولة قانون ومؤسسة وسيطبق أو ستطبق أحكام القانون بصرف النظر عما حصل، وبالمناسبة يعني لم يكن يستحق الأمر كل هذا اللي جرى وكل هذا الصخب اللي تم. هو عبارة عن يعني جدل إذا جاز الكلام حول الحق بتقديم الطلب. نحن كهيئة مستقلة أقول ما يلي: هذا الطلب قدم بشكل يعني بعد تجاوز المدة القانونية، ستنظر فيه الهيئة المستقلة يعني مجلس المفوضين سينظر بهذا الطلب، سيطبق أحكام القانون وبصرف النظر عن أي دولة يمكن أن يثار. نحن دولة قانون ومؤسسات، وبالتالي هذا الأمر بين يدي المجلس سيأخذ قراره فيه، وسيظهر هذا القرار على الملأ وسنعلم صاحب هذا الأمر بقرار المجلس في أقرب فرصة ممكن. بعد الساعة 3:30 تقدمت. نعم نعم. أنتقل إلى المهندس محمد الخصان، يعني مركز حياة ومركز مراكز أو مؤسسات المجتمع المدني عمالها بتراقب، ويعني جهة رقابية لها انتشار في المملكة العملية الانتخابية. كيف تقرأ 3 أيام يعني من الترشيح للانتخابات النيابية؟ ترشح. بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا على الاستضافة. حلو. صراحة يعني عملية تسجيل المرشحين يعني الهيئة ما كانت متحضرة لهذا الموضوع بالشكل الكافي. هو أوردنا هذا الموضوع في بيان المحاضرة اليوم الأول اليوم اليوم الثاني. الاستعدادات ما كانت ضمن المستوى الطموحات والتوقعات من الهيئة، رغم أنه يعني خلال الفترات الماضية وخلال المراحل السابقة يعني رافد كان بيدعو الهيئة أنه لتحضيرات وتجهيزات أوسع لأي عملية قادمة. فبدأ الموضوع بموضوع القرعة على مستوى بعض المراكز بتدفين المرشحين الفردي، هذا يعني كان يصير في قرعة بين المرشحين قبل ما يدخل على مركز التسجيل، بحيث انه مين راح يدخل اولا، مع انه نص التعليمات بيحكي انه من يحضر اولا يسجل اولا، ما بصير يكون في بناتهم قرعه. هذا بالنسبه للتسجيل الافراد المرشحين الافراد، ما يكون في قرعه بيناتهم، ولكن في
في عدد من المراكز حدث هذا الموضوع. كانت اللجنة تعمل قرعة بين ال... بين ال... ال... على إيش بدلل هذا الشيء؟ على بعض تطبيق التعليمات. هاي شغلة. الشغلة الثانية فيما يتعلق بموضوع تسجيل القوائم. يعني كان المفروض إنه وهي صارت مخاطبات ما بين راشد والهيئة إنه الاعتماد موضوع القرعة في 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 تسجيل القوائم. ولكن القرعة تكون بعد انتهاء عملية التسجيل مش قبل عملية التسجيل. لأنه أنت المفروض تسجل كل الناس بعدين تعمل عملية القرعة حتى ترتب هاي الأسماء على الترتيب اللي اللي بيخرج من القرعة، مش إنه قبل تدعو الناس لا لا أول إشي يجوا بعدين تعمل هالقرعة هاي وبعدين تبلش تسجل فيهم تعطيهم أرقام. هذا حدث ذاك في كثير من مراكز التسجيل خصوصا في في مركز الهيئة في البداية يعني. طيب جميل، يعني نقاط اللي... نتوقف معهم عشان يعني ما نضيعهم جدًا. راح أعطيك التعليق بس إذا سمحتوا لي. يعني بدنا نأخذ اتصال محمد يوسف من إربد. السلام عليكم. يعطيك العافية أستاذي. الله يعافيك سيد العزيز. أول شيء أنا بهنيك بهالبرنامج الحلو. الله يحلي أيامك. وبرحب بضيوفك الكرام. حياكم الله. أنا في عندي أول شيء بدي أهدي قصيدة رجلات سيدنا. هذا في برنامج آخر أخي الكريم. نعم. يعني اطلع في في البرامج الأخرى ما في أي إشكالية، ولكن تعليقنا لهذا المساء يعني محددة وحتى يعني نمنح الحق لضيوفنا. إذا عندك ملاحظة على عملية الترشيح أو على المجريات الإنتخابية. يعني نعم. أنا إنسان متواضع جدا وإنسان بسيط لهذا الوطن. حياك. أنا الله يطول عمرك، أنا بناشد كل العقول كل الضمائر إنها تنتخب الرجل المناسب. صحيح. يعني نبتعد عن موضوع العشائرية، وهذا ابن عمي وهذا جرافتي. صحيح. وهذا نسيبي. صحيح. يعني إحنا لازم نختار الرجل المناسب. يعني إحنا قاعدين منطالب في إصلاح، منطالب في إصلاح، مو إذا أنت بدك تنتخب جرافتي. صحيح. ويعني أي شيء زي هيك ما بيصلح بالحالة هاي، معناته مصالح شخصية راح تكون. أشكرك، شكرا لك أخي العزيز يا محمد على هذه المشاركة. بدي أعود لك سيد حسين منهاني، الهيئة لم تكن مستعدة بشكل جيد لترشح. أكيد نحن أنا لا أظن لا أنا ولا الأخ محمد يعني هنا لنتساجل على الإطلاق. أكيد. نحن هنا نريد أن نوضح بعض الحقائق وفقا للقانون. الهيئة المستقلة للانتخاب رفعت شعار من بدايات عملية التسجيل، وقلنا شعار الهيئة الجديد مرحلة جديدة في العملية الانتخابية. نتحدث عن مرحلة جديدة بكل المواصفات، بمعنى نتحدث عن معايير جديدة، عن نهج جديد، عن وسائل جديدة غير مسبوقة بتاريخ الانتخابات الأردنية. تحت ظل هذا الشعار وتحت ظل الهيئة المستقلة للانتخاب قلنا أن هناك حزمة متراكمة من التعليمات تم إقرارها بموجب أحكام القانون، وترك الباب مفتوح فيما يتعلق بموضوع القرعة. جرى التوافق في مراحل سابقة مع كل يعني معظم المتقدمين أو على الأقل يعني القوى السياسية والحزبية بالتحديد على أنه هذا خيار ممكن، ولكن لا يخالف أحكام القانون. دعني أفصل ذلك حتى تكون الأمور واضحة للأخ محمد كما يعني كما أثر. أننا لسنا متحضرين، لا على العكس تماما، نحن تحضرنا يعني أدرجنا سلسلة من التعليمات شرحت كل تفاصيل العملية، بل دخلت بتفاصيل دقيقة لم تكن موجودة في انتخابات سابقة في تاريخ الدولة الأردنية. واسمح لي بس أوضح هذه النقطة على وجه التحديد. يعني القرعة طبقت ولم تخالف القانون، وخاصة المادة 17 اللي هو يمكن ربما الأخ محمد يعتمد عليها. نحن وصل إلى الهيئة المستقلة للانتخاب 8:30 صباحا يوم السبت 15 مفوض. فتحنا الباب فدخلوا مرة واحدة، فتحوا يعني مجرد ما فتحنا الباب دخلوا 15. فقلنا لهم يا أخوان ممكن نعمل قرعة بيناتكم، فتوافقوا جميعا على هذا الأمر كمتقدمين. نعم. وأجرينا القرعة ورتبت القوائم حسب كل واحد الرقم اللي يطلع له، لكن لم نخرج عن أحكام المادة 17 بالقانون اللي تتحدث عن الوقت والتاريخ. والدليل على ذلك أنه نحن سجل عنا أول يوم 23 قائمة، الخمستعش الأول جرى بينهم القرعة وسنتوا على الأرقام اللي حصلوا عليها، 16 و17 ل23 طبقت المادة 17 بالقانون وجرى تسلسلهم بالأرقام حسب وصولهم ووقتهم. فبالتالي لم نخرج عن أحكام القانون، ولكن نحن كما قلنا يعني في بداية هذا البرنامج إنه هذه مؤسسة وهيئة جديدة، أردنا من خلال هذه الهيئة أن يكون هناك معايير جديدة، أسلوب نهج جديد
يعني دعني أقول بكل وضوح، يعني هل كان بيعجب الشعب الأردني هذا المشهد غير الحضاري اللي كان يتم سابقا في الانتخابات؟ يعني يقفوا على الدور، يقفوا من منتصف الليل اللي بيسبق الانتخابات، عفوا التسجيل للترشح، ماسكين الحديد، حديد الأبواب إلى آخره. هذا هل شو حلت معناته مشكلة عندي لما أنتوا بس أول 15 صارت ترتيب أو عفوا قرعة، بعدين اللي حصل معنا إنه والله على الترتيب صارت، يعني صارت الآن بدي أرجع للتدافع الناس من جديد. لا يا سيدي اسمح لي، أنا قلت إنه أول يوم أول دقيقة حصل التدافع عن الانتظام، بالتالي كان الأمر يستدعي أن يكون هناك قرعة. ما تبقى من أيام وتبقى من ساعات حتى بعد الدقيقة الأولى إذا جاز التعبير، طبقت أحكام المادة 13 في القانون، وكلهم أخذوا الدور حسب وصولهم إلى الهيئة وحسب وصولهم إلى مراكز لجان الانتخاب، وبالتالي لم نخرج عن أحكام القانون. لماذا لم يتم تأخير القرعة لنهاية اليوم الثالث وإجراء قرعة للجميع؟ بالتالي تسمح لي بس أوضحها، بالتالي كان لزام على قوى التحالف المدني أن ترسل مذكرة إلى الهيئة أننا خالفنا أحكام القانون، لأن القانون واضح، المادة 17 تقول الوقت والتاريخ. لو هذا الحكي صار وأجلنا هذا الأمر لآخر يوم لخالفنا أحكام القانون، والهيئة غير مستعدة لأن تخالف أحكام القانون. هل بالفعل في هناك مخالفة لو تم تأخير اليوم؟ بالتأكيد تأخير العزيز. هل هناك من نص في التعليمات أو في النظام أو في القانون الهيئة يعني أو في قانون الانتخاب بيفرحها إلى أنها تجر القرعة في نهاية اليوم الثالث؟ سيد في القانون ما في شيء يمنحها أنها تجي موضوع القرعة. هلا ما يتعلق بموضوع المعايير الدولية لنزاهة حرية شفافية الانتخابات، في المعايير الدولية بحكوا إنه عملية تسجيل الانتخابات بتتم بشكل عام، مين ما بيجي بسجل سواء إجا أول واحد أو آخر واحد، بعد ما تتم العملية بتتم إجراء القرعة بحيث إنه بنحط الأسماء مثلا بيسلوا بيبلش ينسحب اسم بترتب القائمة الناخبين أو القوائم الانتخابية تترتب على هذا عملية القرعة. هذا بيحقق العدالة بين المرشحين وبيعطي فرصة متساوية بين المرشحين، بحيث أنه مش لأنه فلان مرشح سجل قبل فلان أو طبعا هي عملية أن الأسماء الترتيب فقط، لا هي الترتيب وجود يعني وجود شو لها أثر يعني ممكن هي في بطاقة الانتخاب بنحط الأسماء حسب الترتيب اللي بتوضع الهيئة حسب الترتيب التسجيل اللي بتسجل مع الهيئة المستقلة. فبقول لك إنه اللي بيكون اسمه على رأس البطاقة الانتخابية بيكون فرصته أعلى، فهي لتحقيق العدالة بين جميع المرشحين يفترض إنه، وطلبنا الهيئة بهذا الموضوع وأرسلنا لهم مراسلات في هذا الموضوع إنه هذا اللي بنفضل فيه يعني ولا عفوا القاطع يعني بهذا المجال هذا يخالف القانون. احنا لا نستطيع بالمناسبة لا نستطيع ان نؤخر ولا ثانية، من تقدم يجب ان يحصل على دور زي ما تفضل الاخ محمد. لو كم تسجيل دور؟ طيب ما في عندك المادة الاخرى اللي يكتب المرشح ما يكتب الناخب وتم تفسيرها ووضع رموز بدل صورة ورمز واسم بدل ما يكون الناخب يكتب اسم المرشح، فكان في مجال لتفسير هاي المادة عرض على خليني كمان برضه عمر محمد من العقبة السلام عليكم. طيب محمود الرديان من إربد السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ معاذ. أهلا بك سيد محمود. تحياتي لك ولضيفيك العزيزين الأستاذ حسين بن هاني والأستاذ محمد الحمار. أهلا بك عزيزي. أهلا وسهلا تفضل. تحية لمرشحي المجلس النيابي وللقوائم الوطنية الذين نذروا أنفسهم لخدمة الوطن حاملين رسالته في هذا الزمن الصعب، فنحن نرى فيهم خيرا ونبعد عنهم الطعن المشين، فكلهم أقسموا على الوفاء حقا للوطن إذا نجحوا يقينا. وهنا أدعو أبناء وطني ألا يجاملوا إن رأوا مرشحا ما لمين الباكرين، وأن يدحضوا حجته ويكشفوا نواياه وما يبيت من أخطار. شكرا لك سيد محمود الرديان. ابو راكان السلام عليكم. السلام عليكم استاذ معاذ. اهلا وسهلا فيك سيد. يا مساء الورد.
الله يعطيكم العافية سيدي. يا الله. سيدي في عندي أنا ثلاث نقاط هشتع على السريع. طبعا. أولا أسأل الدكتور بني هاني عن الكوتا بالنسبة للمسيحيين والشراكسة والشيشان. هنالك مرشح مثلا نأخذ الدائرة الخامسة في مرشحين لنفرض شركسي وشيشاني أو اثنين شيشان أو اثنين شركس، موجود واحد في الانتخابات الفردية والثاني في الانتخابات في انتخابات القائمة، هل ستتعدل الكوتا إذا نجح الاثنين في على هذه القوائم؟ السؤال الثاني، النقطة الثانية يا أستاذ معاذ، استغرب يعني مع احترامي الجزيل للهيئة العليا للانتخابات أن تقول أننا وجدنا هؤلاء المفوضين على الأبواب الحديدية، متى سيصبح النواب يصفوا على الدور كل واحد يتنحضر مش يتزاحموا على الأبواب الحديدية ويفتيلنا إياها عطوفة الدكتور بني هاني إنه والله انجبرنا نعملها هيك بالقرعة؟ هذا السؤال للمرشحين ربما. يلا تفضل. المفروض انه هذول المرشحين اصلا رايحين يكونوا فاشلين في نيابتهم. لا ما بصير يعني بهذا اللفظ، هي زي ما تفضل لها تفسير يعني موضوع انه الترتيب على الدور. طيب شو عندك نقطة ثالثة يا اخي العزيز؟ طيب اشكرك يا ابو ركان. عمر الزريغات من عمان، السلام عليكم سيد عمر. أعطيكم العافية. الله يعطيكم. أهلا وسهلا فيك. تحياتي لك الكرام. حياكم الله. يا سيدي أنا بتمنى إنه تكونوا بشفافية يجاوبوا على أسئلتي، كوني أنا مرشح سابق وتعرضت الانتخابات السابقة التي قبلها للتزوير. أنا بسأل الهيئة، من شكل الهيئة؟ ومن أين أخذت مصداقيتها بأن تكون هذه الهيئة هي مؤهلة لمراقبة الانتخابات القادمة؟ ورغم أني سمعت قبل قليل أن الهيئة ليست التي تدير الانتخابات بل وزارة الداخلية، وهي لا يمكن كادرها ولو كانت 32 ألف عددهم أن يكونوا قادرين على طيب جميل. هذا سؤال اللي بعده سيدي. ثانيا يا سيدي، ما هي آليات الانتخابات القادمة بأن لا يحدث فيها تزوير وتكرار؟ الضمان وتكرار. اثنين ثلاثة، هناك سمعنا وربما تكون إشاعات ولكن أنتم كإعلاميين وحقيقتها مشهود لها ب معرفة الأخبار الحقيقية من الكاذبة، لأن هناك بطاقات سربت وفقدت بآلاف، أين ذهبت؟ وأتمنى أنهم يجاوبون على هذا السؤال. وأنا أقول سؤالي الرابع، انتخاب انتخابات في المملكة الأردنية الهاشمية بدون حزب الوطن الإسلامي، بدون حزب الإخوان المسلمين، وهم حزب يعني له باعه ولا نسلم عليكم، أنا لست من الإخوان المسلمين ولكن الإخوان المسلمين هم أكبر حزب في المملكة الأردنية الهاشمية، وأعتقد أن الانتخابات لن يكون لها نتاج والله أعلم. طيب وجهة نظرك تحترم سيد عمر. الزرقات داود الخرشة من الكرك، سلام عليكم، أو عفوا تحديدا من المزار الجنوبي كاتبين لي السلام عليكم. تفضل سيد داود. الو. تفضل سيد داود الخرشة. السلام عليكم. اهلا وسهلا فيك. تفضل. بدي احكي مع الاستاذ معاذ القطوش. انت على الهواء مباشرة وطبعا مع ضيوفي وليس معي. نعم. تفضل سيد داود، انت على الهواء مباشرة. يا سيدي بدي اتكلم اولا حمى الله الاردن. نعم. وارجو ان تتم عملية الانتخابات في هذا البلد الحرس الوطني بألف خير إن شاء الله تعالى. ولكنني أرى أن الجميع يضيق الخناق على الآخر، واللي يدفع الثمن هو المواطن. نعم. يعني الحكومة بتضيق الخناق على المرشح، والمرشح بعد نجاحه يعني يحاول أن يرصد الحكومة بكل 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 جدية
وفيها تجاوز احيانا، واللي يدفع الثمن هو المواطن. ما بدنا مرشح خدمات، ما بدنا مرشح ابن عشيره، ما بدنا مرشح يطالب بخدمات، لا عاد بدنا مرشح ايش؟ ملفوف بعلبة صاين ونحطه في البترينة ونتفرج عليه؟ ما بدك ليش ما ليش صارت العشيرة؟ محمد عليه الصلاة والسلام. هذا مش موضوعنا سيد داوود، سيد داوود مش موضوعنا هذا. في عندك سؤال لضيوفنا مباشرة؟ العشيرة يعني طريقها. طيب اشكرك سيد داود، نخرج بعتذر منك من المجال ذنوبي من الكرش. شكرا لك على كل حال، التحية والتقدير للعشيرة ولنائب الخدمات واللي مش خدمات، يعني كله الى التحية والتقدير. بدنا نرجع للسيد حسين بنيهان. سيد حسين، يعني الاستاذ والمهندس محمد الخطاونة تحدث عن نقطة او فيما يتعلق بالقرعة بين الافراد، التعليمات والنظام ينص على قرعة بين الأفراد. سيدي قلت في بداية الكلام أن التعليمات لم يرد فيها مسألة القرعة على الإطلاق، هذا اجتهاد من الهيئة اجتهدته فقط لإزالة الصورة السلبية اللي كانت موجودة، اللي هي مسألة الاكتظاظ والتدافع. يعني كما قلت وبحب أعيد مرة أخرى أنه نحن نتحدث عن آلية جديدة لانتخابات يعني تليق بالأردنيين. بالمناسبة يعني هذا أمر اللي كان يشوفه الأردني، المشاهد الأردني على شاشات التلفزة، والله لا يليق لا بالناخب ولا بالمرشح ولا بالعملية الانتخابية. لذلك الهيئة اجتهدت أن يكون هناك لدينا يعني شيء جديد، فتوافقنا مع الجميع على إجراء القرعة في اللحظات التي تستدعي. بالمناسبة إذا قلنا إذا اقتضت الحاجة، إذا ما اقتضت الحاجة لا تجرى القرعة، والدليل أنه باللحظات الأولى أجرت القرعة ولم تجرى مرة أخرى على الأطلاق. كان في اعتراضات فيما بعد؟ أبدا لم يعترض أحد، لم يعترض أحد على الأطلاق. فيما يتعلق بين الأفراد، يعني هل صدر قرار بأنه أو تعميم عن الهيئة بالسماح بالقرعة بين الأفراد في احنا قلنا حيثما وجد، حيثما وجد ما في سبب، الكل جاء على الوقت والتاريخ وروعي أحكام جميل. المادة 17 من القانون كما قلت. نعم. هذا الأمر يعني لم يشكو أحد من هذا الموضوع مناسب أخي معاذ. طيب. على الإطلاق. جميل. ننتقل شوفي أيضا من الملاحظات اللي تابعتها سيد محمد على الترشيح. ثلاث أيام كانت لكم طبعا عينكم ما شاء الله تعالى، يعني أكثر من المخابرات الأمريكية تابعتها للعرب. بس هي النقطة المهمة، يعني استاذ الهيئة كان يعني الأفضل أنه لو استهدفت من المعايير الدولية للانتخابات أنه القرعة كانت حسب هاي المعايير اللي بتقول أنه تكون بنهاية بنهاية العملية. ما فيش مشكلة. طيب خلينا نطلع منه لأنه ما صار عليه احتجاج يعني من حتى من المرة، ويخالف القانون لو طبقناه بالمناسبة. طبعا من المشاكل الاخرى اللي هي خصوصا بمقر الهيئه كان عدم جاهزيه، يعني عندك خمس لجان، خمس كمبيوترات، كل كمبيوتر كان بيشتغل لحاله مش مربوطين على شبكه، يعني كل كمبيوتر كان بيقبل امر بدون ما يتعارض مع اي كمبيوتر اخر. هاي كانت يعني مشكله صراحه. اذا سجل لا اذا كان يعني كان كمبيوتر ممكن يقبل رمز لقائمة يكون بالثالث الثاني برضو يقبله. يعني ما كان في نظام لمطابقة، وكان في جواب عليه، وكان في قائمتين لهم نفس الرمز. والمشكلة الثانية حصل هذا الشيء. في مشكلة ثانية كان إنه بخصوص عدم الجاهزية، إنه موضوع الإشعار استلام الطلب، يعني صار في أغلب في بعض المراكز إنه يتم كتابته يدويا، لانه يعني ما يتعلق موضوع الربط الالكتروني صار في مشاكل، فصار يكتبوا الاشعار يدويا وهذا صار في تاخير وبطء في الاجراءات على موقع الحجز الدولي من بعض المحافظات بالفعل، يعني بطء في الاجراءات. فهي المرشح بيكتبها على الطاوله، فهي من المشاكل اللي رصدناها خصوصا في اليوم الاول، خصوصا في بدايه التسجيل. نقطتين حابين يعني نقاط يعني عشان كل نقطة نلقط معها. خلينا نجاوب كمان اللي أسئل الإخوان اللي بس خلينا أفضل متصل ثم أرد عشان أعطيك الإجابة أو الهواء. وليد بني عبدو من جرة، السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا فيك سيد وليد. كيفك يا أخ معاذ؟ حياكم الله.
ياسين تحياتي لك وللموجودين مجموعة أهل الزاد. يا حياكم. يا سيدي في سؤالين محددات. تفضل. إنه 1518 مرشح. نعم. إنه في منهم ما فت من قبل يعني علما إنه كل الأوراق مكتملة كاملة. جميل جميل. السؤال الثاني يا سيدي. نعم. السؤال الثاني. انه مدام انه اليوم قبله وكان المؤتمر الصحفي موجود انه كانت 61 ليش ما قبلوها؟ ارجو الرد من الموجودين وشكرا لكم. كانت ايش؟ كانت رقم 61. كانت 61 اوكي. ليش ما انقبلت؟ ارجو الرد ابو. طيب هذا حتى تعلق عليه السيد حسين لكن على كل حال يعني نرجع لحسام ابو من ابو نصير. السلام عليكم سيد حسام. عليك. وعليكم السلام. اهلا وسهلا فيك. كيفك استاذ معاذ؟ حياكم الله. ايش اخبارك؟ تفضل يا سيد. حبيت امسي عليك وعلى اخواني الجمهور اللي عندك. يا مرحبا. الاردني. وعلى دلاله الملك ابو حسين الله يخلينا اياه. الله يسلمك. وحبيت الفت انتباه الشعب الاردني انه المره هاي يعني بدنا نكون الانتخابات عندنا عيش. نعم. بدنا وجوه جديده، بدنا ناس جديده. بدنا ناس تمثلنا. وحبيت كمان يعني كل الدعم للمؤازرة القائمة العمالية والمهنية برئاسة الأستاذ المحامي مازن الجوازنة وخالد الزيود ومحمود كارم الخياري. وشكرا لك كمان. شكرا لك أخي العزيز على هذه المشاركة. أهلا مباشرة سيد حسين بني هاني. يعني موضوع الرابط هذا موضوع مهم جدا. يعني نحن نعلم بأنه في قوائم، طبعا كل قائمة لها شعار. عدم وجود الرابط من الممكن يطلع لا أكثر من قائمة ذات الشعار. وأيضا في الرمز يعني زي ما تفضل أنه في قائمتين يعني يبدو أخذ من ذات الرمز. هذا ليس له علاقة مطلقا بالعملية الفنية بالجانب الهندسي على الإطلاق. هو عمال يقول لك هي عدم التجهيزات. لا يستطيع. يعني قبل هل كانت موجودة وبعدين حرف لا أشد. خلينا وضح لك. حتى لو تقدم 4 أو 5 أشخاص عفوا قوائم بذات الرمز سنقبله، لكن القرار لمجلس المفوضين. هذا لها علاقة له مطلقا بالعملية بعملية الرابط الإلكتروني. هم قدموا هذا الرمز، نحن أخذنا استقبلنا الطلب استلمناه بالمعنى الحرفي للقانون برمزه بصرف النظر أنه هذا الرمز موجود بأكثر من قائمة مطلقا. يعني خلينا أوضح هذه النقطة. هو اعتقد بلحظة أن هذه المسألة فنية وهندسية، هذا مطلقا غير صحيح. نحن كنا ملزمين أن نستلم الطلب بالوصف اللي قدم لنا باستلامه، وبالتالي نحن نعلم أن هناك أسماء متكررة عفوا رموز متكررة. نحن نعرف، لذلك قلنا من البداية أنه على سبيل المثال يعني هناك كان نية لبعض القوائم أن تسمى بأسماء أحزاب، حزب معين دون أكثر أسماء. هذا حق يعتبر علامة مميزة أو علامة تجارية إذا جاز التعبير. يعني هناك قانون قدم بموجبه، عفوا الحزب قدم أوراقه وأخذ هذا الاسم وأصبح الاسم له، لا يجوز أن يستخدم من أي حد ثاني. وهكذا الرموز. فالمثل ليست مسألة فنية كما تفضل الأخ محمد، وإنما هذا حق تقدموا فيه. وعنا نعم أكثر من قائمة فيها رموز متشابهة، ولكن القرار للهيئة. لذلك احنا قلنا من البداية قبل أن تتقدم الطلبات أن الهيئة إذا سمحت لي بطلنا كمل لو سمحت لي. احنا قلنا أن هناك رموز لدى الهيئة، من عجز عن وضع الرمز سنقدم له الرمز. هلا إذا تشابهت الرموز سيعطى صاحب الحق، بمعنى أن من هو صاحب حق برمز وسبق، يعني على سبيل المثال إذا كان الرقم 15 بالقوائم يحمل رمز معين وجاء واحد بعده وذات الرمز ورقم 27 سيعطى الرمز لرقم 15 بالتأكيد. فنحن نتحدث عن حقوق ولا نتحدث عن مشكلة لا سمح الله في الربط الإلكتروني. هذا كلام يعني أرجو أن لم يكن هناك ربط الإلكتروني. لا موجود الربط الإلكتروني. موجود الربط الإلكتروني والكل يدخل على يعني يستطيع فنيا أن يدخل على بعض. طيب. لكن بعض مشكلة الإشعارات الخطية اللي كانت يعني بعض الكمبيوتر تتعطل يا سيدي. الإشعار هو فقط إشعار بأننا استلمنا، يعني إقرار من الهيئة من اللجان التي استلمت أن صاحب المترشح إذا كان محلي أو قائمة إشعار بأن طلبه قد استلم. نحن دعني أميز أخي معاذ، يعني هذه نقطة كثير مهمة، لأنه الناس اعتقدوا وربما حتى بعض السائلين ويعني حتى اللي حكوا معي على التليفون يعتقدوا أن تسلم الإشعار هو قبول الطلب. هذا غير صحيح. هذا من ضمن هذا غير صحيح اللي نتحدث فيها. هذا غير صحيح.
يعني هو الشهيد بن عبده لما سأل عن انه هل تسليم الطلب يعني يعتبر اعتماد خلاص ولا؟ لذلك احنا قلنا نتسلم الطلب ولا نقبله. تسلم الطلب بلغة القانون غير قبول الطلب، لانه اخي معاذ قبول الطلب هو قرار مجلس المفوضين. من استلم الطلب هي لجان شكلت لغايات الاستلام، وظيفتها الرئيسية التدقيق في البيانات والوثائق المطلوبة بموجب قانون الانتخاب. ولذلك قلنا تسلمنا الطلب، أي أن الطلب استوفى شروط القانون. مسألة قبوله أو رفضه هو قرار مجلس المفوضين وليس اللجان المختصة. جميل. إليك سيدي العزيز المهندس محمد الخصاونة، هل أنا ألاحظ بأنه ملاحظاتكم راصد كتحالف مدني كمركز الحياة هي ملاحظات فنية إشكالية، لكن أنا أريد أن أسأل عن الترشيح ذاته. يعني هل كان هناك من تجاوزات من قبل الهيئة من قبل اللجان؟ هذا الأهم من كل ذلك، القرعة وعدم القرعة. هاي النقطة اللي كنت بدي أحكي فيها، نعم. اللي هي الوثائق الرسمية اللي كان اللي وردت في التعليمات واللي كانت تنطلب من المرشحين. موضوع اللي هي تر ان انت ما تحمل جنسية اخرى او ان تجيب عفوا ان شهادة جنسية او ان تر ان انت اردني منذ 10 سنين. هاي كان في اختلاف في طلبها، يعني في مرشحين كانت طلب منهم شهادة جنسية اللي هي تثبت من دائرة الأحوال المدنية إن أنت أردني منذ أكثر من 10 سنين. وفي مرشحين آخرين لا، كان إنه بكفي إنه أنت تكتب إنك أردني منذ أكثر من 10 سنين من حسب الطلب. هاي من النقاط. هاي الإقرار كشخص يعني تتذكر بينما ناس آخرين بيطلب منهم 10 سنوات. تطلب لازم تجيب شهادة جنسية من هل لديكم يعني موثق هذا الكلام؟ موجود في التقرير اللي أحضرناه في اليوم الأول. هاي الملاحظة. والنقطة الأخرى اللي هي طلب النسخ الإلكتروني من الصور كمان والشعارات، هذا مش موجود في التعليمات الهيئة. كان يطلب نسخة إلكترونية من صور المرشحين والشعارات. الموضوع اللي حدث في اليوم الثاني اللي هو فيما يتعلق في أمانة عمان، إنه تطلب بدل إزالة دعاية انتخابية رسوم 4000 أو ما يعني مبلغ من المال تأمين لإزالة الدعاية الانتخابية. فهاي مش موجودة برضو في تعليمات طيب راح تجيب على هذه النقاط كلها، لكن بعد ما ناخذ هذا الاتصال. محمد خير من أردن، السلام عليكم. فقدنا الاتصال مع السيد محمد خير، لكن عشان ما نضيع برضو كمان مداخلات الناس، يعني الأخ عمر الزريقات تحدث عن موضوع الهيئة يعني من وين تستمد شرعيتها، وأنا ما حبيت أجاوب، لكن على الأقل نقول بأنه مرت بمراحل دستورية، صادق عليه جلالة الملك قانون الهيئة المستقلة، وصدرت بإرادة ملكية ثانية ممثلة برئيس الهيئة ومجلس المفوضين. إذا إلى التعليق على هذه النقطة. سيدي دعني من العدل والإنصاف أن نبدأ بأبركان اللي هو سبقهم كلياتهم. يعني سوى اللي لا هو تحدث عن الكوتا وسأل سؤال وجيه. هذا دليل على أن الرمل نملي أول واحد إذا. يا سيدي على كل حال دعنا يعني نكون منصفين مع اللي سأل على موضوع الكوتا. يا سيدي هو هناك يبدو عدم وضوح في هذه المسألة. نعم. القائمة لا علاقة لها بالكوتا لا من قريب ولا من بعيد. بمعنى أن يعني لو هب أن الكوتا نجح فيها على سبيل المثال القائمة نجح فيها 10-15 مسيحي 3-14 كس، هذا أمر قانوني 100%. القائمة تتحدث عن قائمة بصرف النظر عن من هو في هذه القائمة، لا يوجد تحديد، يعني لا يوجد كوتا في القائمة على الإطلاق. وبالتالي هذا أردني ترشح في الكوتا عفوا في القائمة ونجح بصرف النظر، هل هو حزبي؟ القائمة لا تنص على أن يكون على لا دين ولا عرق ولا مواطن أردني له الحق أن يترشح بصرف النظر عن كونه هو مسيحي شركسي شيشاني مسلم من البادية بغض النظر. يعني دعني أقول لو كانت يعني في إمكانية أن يكونوا من حزب واحد لكان، لو كانوا من عائلة واحد لكان، هذا الأمر واضح بالقانون. نحن نتحدث عن قائمة ولم يتحدث القانون عن أي وصف لهذه القائمة إلا بشروط الترشح.
نعم هذا واحد. هذا لأبركان. لا للسيد عمر الزيقات تحدث عن الهيئة المستقلة، ودعني أوضح ولو بشكل سريع على عجالة. يعني ربما يعني فات الأخ عمر أن يعني يعلم أن الهيئة المستقلة هي ثمرة من ثمرات الإصلاح، وهي جاءت بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة ووفق نص المادة 67 من الدستور، وأنها هيئة مستقلة بكل ما مطلب شرعي قديم وهي شعبي عفوا شعبي، وهي مطلب شعبي أقصد واحد من علامات الإصلاح بالمناسبة. وتشكيل هذه الهيئة فريد، ولم يسبق أن تشكلت هيئة بالمملكة الهاشمية بهذا الشكل اللي تشكلت فيه. أولا أنها هي الوحيدة بمرجعية دستورية عندما أنشأت. اثنين، حتى طريقة تعيين مجلس المفوضين غير مسبوق. أخي معاذ، السلطات التالية هي التي تنسب بمجموعة من الأسماء يختار من بينها جلالة الملك الخمس مفوضين، وهي على النحو التالي: التنسيب يبدأ من رئيس الوزراء، يعني رئيس الوزراء هو عضو في اللجنة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الأعيان، ورئيس المجلس القضائي. هؤلاء الأربعة هم يضعوا قائمة من الأسماء 10-20-30 واحد، وجلالة الملك يختار من بيناتهم. وهذا على فكرة أسلوب في الإدارة غير مسبوق في تاريخ الدولة. بالتالي من هنا نتحدث عن استقلالية جديدة للهيئة المستقلة. يعني لما نقول أن هناك هيئة جديدة لمرجعية دستورية، وكأنك تتحدث عن سلطة جديدة في الدولة الأردنية، لأنه لا يملك أحد أن يشاركها مسؤوليتها، وهي صاحبة الحق الحصري في إجراء العملية الانتخابية، ولا تسمح لأحد ولا نسمح لأحد أن يشاركنا هذه المسؤولية. وهذا يعني دليل على أن الهيئة المستقلة ستقوم بإجراء انتخابات. أنا لا أحب أن أقول عنها لا نزيهة ولا شفافة، لأنه هذه كلمات استهلكت مصطلحات أسيء إليها في مراحل الانتخابية السابقة. أقول أن هذه الهيئة ستقوم بإجراء عملية انتخابية ضمن معايير جديدة وطبقا للممارسات الدولية المعتمدة في كل الدول الديمقراطية. جميل جدا. بدنا ننتقل الآن إلى الحقائق في دقائق، ومن ثم نعود لحضراتكم. أما الآن سمع الزميل كامل لطفي وحقائق الساعة 10 مساء. أسعد الله مساءك كامل. وأسعد الله مساءك بكل خير أنت وضيوفك الكرام. مشاهدينا في كل مكان مرة أخرى أهلا بكم. حقائق الساعة بعد الشر. دقيقة واحدة بعد العاشرة، الساعة الآن في استوديوهات الحقيقة الدولية في عمان. حقائق الساعة، ونبدأها بأبرز العناوين المحلية. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم رئيس الوزراء العراقي نور المالكي، الذي اختتم زيارة عمل رسمية إلى المملكة، وجرى خلال لقاء ثنائي استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية، حيث أكد جلالته والمالكي ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة لتطويرها ومؤسسة الأطر اللازمة لتعزيزها في مختلف الميادين. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى الهيئة مساء اليوم أن 1518 مرشحا ومرشحة تقدموا بأوراقهم إلى الهيئة المستقلة للانتخاب وتم قبول طلباتهم وأن أمام الهيئة أسبوع للرد على هذه الطلبات. عمال النقابة العامة للعاملين في البناء في الأردن والعاملون في شركة لافارج يعتصمون أمام السفارة الفرنسية في عمان مطالبين ما وصفوها حقوقا لهم تعدت عليها الشركة. الزميل سالم الجبور ذهب إلى هناك ووافانا بالتقرير التالي. نديري وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه هواس يقول إن اليوم الأول لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة سجل 217 مخالفة للتعليمات والأنظمة التي وضعتها الوزارة للامتحان. وننتقل إلى أهم الحقائق العربية والدولية. الحقيقة الدولية كل الحقيقة. أهلا بكم من جديد. المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول إن 15 قتيلا بينهم 10 أطفال سقطوا بقصف على مخبز بمدينة تلبيسة التابعة لمحافظة حمص السورية، في حين قال ناشطون إن الجيش السوري الحر دمر اليوم رتل إمداد عسكري للنظام بينما سيطر على سرية عسكرية داخل مطار عسكري بريف حلب.
النتائج الرسمية للاستفتاء على مسودة الدستور التي أثارت الجدل في مصر من المتوقع إعلانها غدا، وتشير النتائج غير الرسمية إلى أن أكثر من 60% من المقترعين وافقوا على المسودة. مقتل 4 على الأقل في هجوم نفذته اليوم طائرة أمريكية بدون طيار على موقع يشتبه بأنه لمسلحين على صلة بتنظيم القاعدة في جنوب اليمن. السعودية تحذر إيران اليوم من التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربية، وطالبتها بالامتناع عن إثارة الفتن وهو ما نفته إيران. أخيرا، مقتل مستشار أمريكي لحلف الشمال الأطلسي اليوم إثر إصابته برصاص شرطية أفغانية بمجمع قائد الشرطة في العاصمة كابول. انتهت حقائق الساعة، ودائما لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها زوروا موقعنا عبر الانترنت factjo.com. وبالانتقال إلى آخر أسماء الوفيات، حيث انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج محمود الوحش والذي مانته وافته المنية ظهر هذا اليوم، وسيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر غد من مسجد علي صقر إلى مقبرة صحاب الإسلامية، وتقبل التعازي للنساء في جبل الأخطر بجانب جمعية الفردوسة، والرجال في الذراع الغربي من جمعية كف الراعي. إن لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا في كل مكان، بعد الفاصل مرة أخرى سنعود بكم إلى الزميل معاذ الطوش وضيوفه الكرام لمتابعة واستكمال برنامج تعليلة. هذه تحية وإلى اللقاء. يلا أوكي. أها نعم. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرة أخرى نرحب بضيوفنا طبعا عطوفة السيد حسين بني هان الناطق الإعلام باسم الهيئة المستقلة للانتخابات، وكذلك المهندس محمد الخصاونة مدير برنامج رصد الانتخابات والأداء البرلماني في مركز الحياة. أهلا وسهلا فيكم. يعني كنا مع نقاط يريد أن نكون سريعين شوي لأن الوقت عمال بدرسنا مع حضراتكم، يعني فهذه الساعة الجميلة يعني بدنا نستغل من الفرصة فيها. فيما يتعلق ب يعني اتصال، بدي ارجع لك سيد حسين، يعني بعض الاخوان تحدث عن موضوع اللي هو بطاقات سربت، يعني كمان هذا الان يعني ربما من خلال الترشيح صار في هذه الفترة زاد ربما يصير في بعض الاشكاليات. فبقول لك في بطاقات سربت يعني وزيادة هي على 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 حجم البطاقات، يعني هل رصدتم يعني الان بطاقات سربت انتخابية؟ انتخابية، بطاقات انتخابية. سيدي اصلا لم يصدر بطاقة انتخابية الا بناء على التسجيل، من سجل هو الذي حصل على البطاقة الانتخابية، وبالتالي هذه البطاقات صرفت بناء على السجلات التي الان اصبحت نهائية وجداول النهائي لإجراء الانتخابات بموجبها، وتحمل كل بطاقة رقم، لا يوجد رقم متكرر في هذه البطاقات. نعم. ويعني حتى بس تكون الصورة واضحة للأخ السائل اللي هو الأخ عمر الزيقات، قيمة هذه البطاقة كما قلنا سابقا ستبرز يوم الاقتراع والفصل. من يحضر إلى الصندوق عليه أن يبرز البطاقتين، ولن يسمح له بدخول أي صندوق إلا إذا أبرز البطاقتين. وبكل صندوق هناك 6 أشخاص، 6 قائمين على هذا الصندوق، وظيفة كل واحد منفصل عن الثاني، كل واحد له مهمة. واحد من هؤلاء الفريق فقط وظيفته أن يدقق في هاتين البطاقتين، الشخصية والبطاقة الانتخابية. إذا تطابقت البيانات الموجودة في هاتين البطاقتين يتقدم إلى الشخص المعني بتقديم له أوراق الاقتراع. أوراق الاقتراع ستكون بلونين مختلفين، الصناديق غطاء الصناديق لونين مختلفين، وغطاء الصندوق للقائمة العامة سيكون غطاء أخضر ورمادي للمحلي، وبالتالي ستكون الأمور واضحة بالنسبة للناخب اللي وصل. هلا مجرد وصوله أعطي الأوراق، يتم تأشير على اسمه إلكترونيا، ويتم التأشير ورقي أيضا ورقيا على أن في أن قائمة ورقية بأسماء الناخبين بالصندوق، ومن ثم يذهب إلى المعزل لكي يدلي بصوته. وكل ورقة انتخاب للدائرة المحلية فيها أسماء وصور المرشحين، فمن يدعي الأمية يعرف الصورة، لا مجال على الإطلاق لصوت الأمي.
لا يمكن لا لن يسمح لأحد أن يتلفظ باسم مرشح داخل الصندوق. رئيس الصندوق لا، رئيس الصندوق لديه رابطة عدلية يستطيع أن يخرج هذا الصندوق. قال هل لازال أيضا يعني رئيس الصندوق بأنه الحق في إلغاء الورقة؟ يشيد أنا حد الآن احنا قلنا أنه تلفظ، إذا تلفظ الإجراء هو لرئيس الصندوق عليه أن يتصرف وفق أحكام القانون لأنه هذا يعتبر مخالف. هلا الآن لديه صورة يستطيع أن يؤشر على الصورة بتطبق الورقة. صورة ملونة ولا عادية؟ يعني. أعتقد أنها ستكون ملونة. أعتقد يعني. وستكون واضحة بالمناسبة يعني على الأقل إذا مش ملونة واضحة لكن بالتأكيد ستكون ملونة. لما برجع بتطبق هذه الورقة. هذه الورقة عليها علامات. أولا هي موقعة ومختومة بختم رئيس مركز الاقتراع والفرز. وهناك علامات أمنية على وجه هذه الورقة وعلى ظهر هذه الورقة. حتى لو فكر بالمناسبة يعني لو فكر انه يحط ايده بجيبته كما كان يحدث سابقا ويحط الورقة مكانها ويحط الورقة هذيك بجيبته ويطلع، حتى المعزل مواصفاته دولية، ارتفاع الحاجز 35 سنتي فقط، يعني هو واقف وبطخي بده يكتب مبين اذا مد ايده على جيابه، في واحد من الستة على فكرة وظيفته بس يراقبه هو بيكتب ويراقبه بس يحط الورقة بالصندوق، فوظيفته فقط هذه المهمة هي مهمة الرئيسية. كتب الناخب على الورقة أو أشر على صورة. مش في هناك خشية من إنه برضه كمان يعني أحد الأشخاص اللجنة إنه يشوف هذا الشخص شو كتب؟ ما بقدر يشوفه من بعيد، المعزل مفتوح يعني المعزل على هذا الشكل. أها. على هذا الشكل يعني هو بيكتب وراء هذا المعزل. لا يراه أحد على الإطلاق. هذا حق بالمناسبة هذه مخالفة دستورية، لا يحق لأحد أن يرى ماذا كتب أو ماذا أشر الناخب. يخالف الدستور. طرح نقطتين السيد محمد الخصاني، بدي اخذ اتصال ثم اعود لحضرتك وهم المتعلقات طبعا او متعلقه نقطه بموضوع الجنسيه او شهاده الجنسيه، والنقطه الاخرى اللي هي متعلقه بنسخه الكترونيه من المرشحين يعني طلبا. محمد الرواشد من ديبان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا فيك سيد محمد. يا سيدي مساء الخير عليك وعلى الجميع، والله موضوع الحلقه اليوم انه كثير مهم. الله. وأنا حاب يعني بغض النظر عن الأمور الثانية حاب أوضح يعني أو أحكي إنه إحنا كحمايدة بدول ليبان. لا أنا بتوجهك أحكي لنا بشكل عام، نحن نتحدث عن الوطن وليس حمايدة أو بطوس ولا برضه خلنا بني أنا حتى وإن كان ناطق ولا الخصان وإن كان منهم رئيس الوزراء السابق. فأحكي لنا عن الوطن، نحن نتحدث الآن على الهواء عن الوطن، تفضل يا سيدي. الانتخابات راح تصير وراح تمشي بالعرض بالطول راح تمشي. صحيح؟ سواء انه صوتوا علينا جهرا سرا هاي امور ما عندنا فيها. هاي كل واحد ترجع لامانة اللي بده ينتخب او اللي بده يصوت لسين من الناس. صحيح؟ نعم. بس الموضوع انه احنا كشباب حابين نشكر الاستاذ محمد رز الرواحنا. طيب. لانه فعلا ناخب نائب ان شاء الله. شكرا لك يا محمد رواشد من ديدان، يعني احنا نتمنى على اخواننا نظلنا بموضوع الحلقه والحقيقه الدوليه فاتحه هواها لكل واحد بده يعمل دعايه انتخابيه لاي مرشح، لكن هلا بصراحه ممكن تحسب على ضيوفنا انه والله ان طرح الاسم يعني والله في حساسيه، نحن ابتعدنا حتى عن حزب الوطن السامي ونحن كقناة يعني الدكتور زكريا، لكن ابتعدنا أن نطرح أي موضوع بأسماء حتى لا تسجل على ضيوفنا الكرام اللي هم معنيين بأن يكون لهم دور دائما في وضوح الأمور. بدي أرجع لك يعني سيد العزيز ومعجاري يا ريت اللي هو موضوع طلب يعني شهادة الجنسية، يعني البعض ما طلب منه والبعض الآخر طلب منه. سيدي لم يطلب على فكرة بموجب القانون والتعليمات إقرار، والفرق واضح بين الشهادة والإقرار. يعني إقرار يعني أنا أقر. القانون شو بيحكي؟ إقرار. 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 إقرار بأنه أردني. يعني أخي معاذ من يحمل البطاقة الشخصية هذا دليل أو مظهر من مظاهر حمل الجنسية، بمعنى أنه لو كتب هذا الإقرار وحط والهوية صورة عن الهوية موجود أحد المتطلبات بالقانون. هذه الصورة الحالة مجرد إدخال الرقم الوطني من قبل الهيئة
صورا بنعرف تاريخ ميلاده. أنا بحكي للسيد محمد الخصام بأنه في بعض الدوائر الانتخابية بعض الموظفين كانوا ربما فهموا خطأ. إحنا قلنا إقرار بالتعليمات اللي بين أيديهم، واضح النص، الهيئة تطلب إقرار. وبالمناسبة يعني هذا أيضا لم يكن بذات الأهمية، لكنه واحد من متطلبات القانون. بس عملية التأكد والتثبت من أنه هذا أردني من 20-30-40 سنة، هذا وارد بكبس الزر على الكمبيوتر. المثل لم تكن يعني بذات الأهمية، لكن ربما فهمت بطريقة أو بأخرى من قبل بعض أفراد أو أعضاء اللجان في المحافظة. نعم أستاذ العزيز باشمهندس محمد الخصاونة، يعني هناك أيضا ربما لديكم إشكالية متعلقة فيما يتعلق بعملية الترشيح بالإغلاق، كما سمعنا يعني إنه نهاية الدوام، فإنه كان في تجاوزات في نهاية اليوم الثالث للعملية الترشيح للانتخابات. هل لديكم بالفعل تحفظات على هذا الموضوع، أم إن شاهدتم إنه تم الإغلاق بموعده دون أي إشكالية؟ صراحة في إلا بعض الملاحظات راح تصدر غدا صباحا في 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 تقرير راح يصدر غدا صباحا. يعني الآن من نجهزه في البيان راح نطلع فيه غدا صباحا، وما يتعلق في يعني لسه بنجمع نماذج الملاحظة والمراقبة من الشباب في الميدان ونجمع هاي المعلومات كلها. فغدا صباحا راح يكون فيه النبيان. هل هناك مرشحين مثلا اشتكوا لكم من مفوضين مثلا قالوا انه والله يعني على الاقل تضمر من عملية الترشيح او يعني الاغلاق الاغلاق ولا خلال بشكل عام؟ بشكل عام على ثلاث ايام. بشكل عام صراحه وردنا يعني بعض الملاحظات زي ما حكيت اللي هي انه بطلب يعني اللجان كانت تطلب صور على سي دي، موضوع الشهادات الجنسيه. وردنا كثير من الملاحظات فيما يتعلق بصراحه موضوع اللي هي امانه عمان وطلبها الدعايه الانتخابيه، طلبها ل 4000 دينار من المرشحين فيما يتعلق بموضوع إزالة هذا الطلب جاء بشكل مفاجئ. هذا إذا بشكل مفاجئ ربما عندك المرشحين مش من البداية، يعني مش هذا الموضوع وردنا في اليوم الثاني مش في اليوم الأول. باليوم الأول ماشي الأمور ما كانت ماشي الأمور طبيعي، فاليوم الثاني تحصلت هاي المشكلة. وهاي الموضوع مش موجود في لا في القانون ولا في التعليمات، فيفترض أنه من البداية لا كمل يفترض من البداية من لما صدرت التعليمات التنفيذية سواء رقم 8 أو 9 من الهيئة أنه تضمنت أنه هناك تأمين أو هناك سي دي مثلا لازم يحط عليه الشعار أو الصورة أو إلى آخره، كل هذه بالتفصيل لأنها تعليمات هي فلازم تكون مفصلة. تعليق سريع، هذا الأمر لا علاقة للتعليمات فيه لا من قريب ولا من بعيد. نحن لدينا نص بالقانون بالمادة 23 مادة 22-23 بقانون الانتخاب تتحدث عن يعني محاذير فيما يتعلق بالدعايه الانتخابيه، انما مساله الالاف او الاربع الاف اللي ذكرها هي صراحة البلديات عندها تجارب سابقه ان هناك دعايه توضع باماكن غير يعني مسموح بوضعها، وبالتالي يجب ازالتها. ايضا هل تم يعني ربط مثلا قبول او مش قبول عفوا تقديم الطلب اطلاقا على الاربع الاف اطلاقا محمد؟ اطلاقا يعني هو مش موجود في لا في التعليمات ولا من وين اجت هاي الاشكاليه؟ يعني شو علاقتها بالهيئه؟ طلب الامانه من المرشحين. طب اصلا المرشحين راجعوا الامانه بس هذا خارج نطاق الهيئه، يعني الهيئه خلصت الطلب وانتهت. ما هو لم يكن يعني متطلب بالمناسبه، لا كان متطلب ابدا. طب ليش معناته ليش كيف زمان صفر؟ انا جاوبه تفضل. كيف زمان صفر هذا المبلغ على المرشحين؟ امانه اسمح لي بس انا اوضحها، امانه عمان الكبرى والبلديات لديها تجارب سابقة أنه كان مثلا المرشح في المثال وضع الدعاية الانتخابية انسحب لسبب أو لآخر وأبقى كل المظاهر الدعاية في الشوارع. بالنص القانوني واضح أنه على المرشح أن يزيل مظاهر الدعاية. هلا إذا تركها بدها تزيل هذه المظاهر مين؟ البلديات الأمانة. طيب الأمانة يعني طلبت بشكل منعزل عن الهيئة المستقلة وليس كما تطلب من متطلبات الترشح مطلقا، يعني ما راح يرفض طلب لأنه أبدا لا علاقة لهذا الموضوع بالترشح لا من قريب ولا من بعيد. وبالتالي هذا كان عبارة عن أمانات إذا جاز التعبير قيل لنا في إطار الشكوى من بعض المرشحين أنه الأمانة تطلب والبلديات تطلب، قيل لنا من قبل الأمانة أنا هتفهم شخصيا قالوا لنا إحنا هذا بالنسبة لنا متطلب إداري
لغايات الإزالة. من حقنا إحنا كأمانة أن تزال هذه المظاهر وصاحبها يزيلها في كل الحوال، نجح أو رسب أو انسحب، المرشح عليه أن يزيلها بموجب القانون. من يضمن إزالتها؟ نحن بناخذ هذا تأمين لكي نضمن أنه أزالها. إذا لم يزيلها نزيلها على نفقة ونخصم هذا المبلغ اللي هو مستوفى من قبل. غسان من نجد، السلام عليكم. ألو سيد غسان. أهلا وسهلا فيك يا سيد. كيفك؟ حياكم الله. أبي أترحب فيكم وضيوفك من الهيئة المستقلة، والله يعطيهم العافية على تعبهم وعلى شغلهم. حياكم. وحبيت طبعا تذكر على عطوس قبلك. هذا تحت الهواء وليس على الهواء أخي العزيز. على كل حال شكرا لك يا غسان على هذه المشاركة. نواف الدبعي من الصلت، السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا فيك سيد نواف. أخ معاذ الله يعطيك العافية. حياكم الله. الله يعافيك. أخ معاذ، إحنا نحب نوجه كل من المواطنين المنتخبين بكافة مناطق المملكة. نعم. إنه الجميع يكون عند حسن ظن سيدنا. نعم. الكل يتوجه إلى درجة الانتخاب. ينتخب النائب الصادق. نعم. النائب الأمين. النائب اللي بدله مصلحة الوطن. مصلحة المواطن. ما بدنا احنا نشوف صور للنواب بس على دوار داخلية وبكل مكان، وبعد الانتخابات ما ننتخبهم ما نشوف تليفون لهم، ما نشوف صورة لهم. نعم اشكرك. شكرا لك سيد نواف على هذه المشاركة. هل هناك ايضا من ملاحظات يعني تم رصدها من قبلكم سيد محمد؟ صراحة امبارح في اربد الهيئة حكت عن احد المرشحين ترتيبه رقم 1 وترتيبه رقم 18، فورد خطأ في 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 البيان اللي صدر عن الهيئة، ويعني اتمنى انه يتوخوا الدقة في يعني اكثر فاكثر. نرجع للنقطة اللي واجهناها مع الهيئة في فترة تسجيل الناخبين، موضوع يعني اللوحات الارشادية للمرشحين كانت غائبة في بعض الأماكن، أماكن التسجيل ما كانت معروفة يعني ما كانت واضحة ومبينة وما في دلالات على إنه هذا هو مكان التسجيل في بعض الأماكن برضو. وهذا يعني الإشي كنا فيه يعني خدنا فيه في كثير من الصراع مع الهيئة في بداية عملية تسجيل الناخبين، لحتى إنه يعني قدرنا نوصل. من اتصل معكم يعني حتى مسائل قلتم والله انا ما لحقت يعني الهيئه عطلتني وما تمكنت بسبب يعني صعوبه اجراءات الهيئه بسبب تعقيداتها منعتني من اني اترشح للانتخابات. وصلنا من ماذا زي ما حكيت انه يعني بكره راح يكونوا هاي النقاط واضحه في البيان راح يظهر ان شاء الله بكره، ما يعني ما عندي تفاصيل كامله ولكن هذا راح يكون موجود في وردنا من مادة ووردنا من نفس موضوع القوائم. وردني أنا شخصيا يعني أحد المرشحين في الصدمة يعني يعني 60 قائمة عشرة أيام كم تستغرق بالمناسبة يعني فترة التسجيل يعني سواء على المستوى الفردي أو القائمة كم بدهم وقتهم بسجلوا يعني إذا كانت أوراق جاهزة؟ المفروض الهيئة تشوف. لا ما انت عشان كمان بتراقبه هلا لا تفضل خلي جاوب السؤال. على فكرة يعني دعني أذكر الأخ محمد امبارح استعجلوا وأخذوا كلام شخص على محمل الجد وقد أقدم لنا كشكوى من قبل التحالف المدني، وكان البناء المعلوماتي غير صحيح وغير سليم، وللأسف الشخص ودون أن أذكر أسماء في قصبة إربد قالوا أنه شطب اسمه وهو مسجل حسب الأصول يعني هو ما شطب اسمه، هو ورد ترتيبه أول ولكن هو فعليا ترتيبه 18. لا هو ترتيبه الأول، ترتيبه بالتسجيل الأول وحصل بموجب الأسماء الواردة لدي على رقم 1 في قصبة إربد، ورغم أنهم قالوا أن هذا التسجيل شاب بعض الشكوك ولكن للأسف الشديد لم تكن المعلومة دقيقة بسبب أنهم اعتمدوا على مصادر ربما لم تكن هذه المصادر دقيقة وسليمة، لا أقول غير ذلك. ليس هذا في إطار الانتقاد على الإطلاق، وإنما قلت أنا عملية تشاركية بالنسبة هم تركانا لا أن نرتقي. أخي معاذ أنا أقول أمامه وأمام كل الأردنيين نحن شركاء، عفوا هم شركاء حقيقيين، هم عين الهيئة الواسعة على العمل الانتخابية، نتمنى عليهم أن يقدموا لنا الملاحظات
اليوم وبكرة بعد بكرة حتى آخر يوم بالعملية الانتخابية. يعني خلينا نأخذ ثلاثة ونعود للحديث معكم. زين الزوايدة من البادية الجنوبية، السلام عليكم. ألو. ألو مساء الخير. مساء الورد سيد زين. زيدان زيدان. زيدان حياكم الله يا أخي زيدان، شايفين بزين يلا. لا يا أخوي هذا خطأ مطبعي. لا هذا الشاب بفكر بزين العمري تضبط. كيف حالك يا أخوي معاذ؟ أهلا وسهلا فيك. تفضل. مسي عليك وعلى ضيوفك وعلى أخونا حسين بني هاني. الله يمسيك بالخير. الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة، نحييهم ونحيي أخوك الضيف الآخر الأخ محمد خصاوني. يا سيدي احنا الهيئة المستقلة هي من كلمة مستقلة، فعلا انها مستقلة لان هذه الارادة الملكية السامية النزيهين هذول الاخواننا لرقابة انتخاباتنا النيابية. نعم. وهذول كلمة مستقلة لا احد يستطيع طبعا ان يتدخل في هذه الشؤون لانها هي النزاهة التي تراقب الانتخابات النيابية بكل أمانة وإخلاص إن شاء الله. ونحن أكثر دول العالم مكتوب فيها مستقلة هي الدول العربية يعني، بس إن شاء الله ما يكون استقلال حقيقي. لكن يا أخي معاذ قيادات حقيقة يعني إلها حقوق الدولة الأردنية وعلى المستوى الشعبي والرسمي أيضا، يعني شخصيات يعني مرموقة ابتداء من رئيس الهيئة ومرورا حقيقة بالطاقم عندي بأعضاء المجلس المفوضين السيد حسين بني هاني للأمانة من أيامه هو أمين عام لوزارة الإعلام سابقا. نعم. وأمين عام أيضا للهيئة اليوم اللي هو السيد علي الدرابشة، يعني جميعهم لهم التحية والتقدير. تفضل سيد زيدان. أخ معاذ اسمح لي إن شاء الله إحنا عملنا كبير لأنه تكون هذه الانتخابات هي فعلا الانتخابات كما أرادها سيدنا، وإن شاء الله أن تخرج لنا الخيرة من أبناء هذا الوطن الغالي. لذلك يا أخي أعملنا من أخواننا النواب القادمين إن شاء الله أن تكون كلمتهم وطنية وموحدة لخدمة أبناء هذا الوطن. أشكرك. لهذا نشكرك. شكرا لك زيدان. شكرا لك. جاز فرحيين من الرمسة، السلام عليكم. سيد جازي. ألو. يا جاز اسمعنا من التليفون الله يرضى عليك. طيب شكرا لجازي يعني بسمعنا من التلفزيون وليس من التلفون، وهذا مخالف لتعليمات الهيئة. كل ما نصط علينا يا اتفضل. شغلي انه هو ورد في بيان الهيئة انه رقم واحد هو رقم 18، يا ما لها علاقة بقبول طلب او رفضه، هو ورد انه رقم واحد ولكن هو رقمه 18 في الحقيقة. هو 18 هو 18 حسب حسب التسجيل اللي تم في دائرة التربية، وعندنا فيديو بهذا الموضوع يعني اذا بتحبوا ممكن نحب تزودونا باي ملاحظات احنا على العكس تماما يعني بس هي التصحيح يعني اذا فيها نستنى القوام النهائي حتى نشوف اذا في عندنا بدنا ننتقل سيد العزيز الحديث عن موضوع الان المجلس المفوضين يعني بده الان يقول كلمته فيها المده القانونيه اللي مسموح فيها حتى يعني بعد ذلك عن قبول او عدم قبول لاي مرشح او قائمة. سيدي اشكرك، انا كنت بدي انوه بس على سؤال الاخ وليد اللي هو ياتي في هذا السياق اللي هو قال هل سيقبل الجميع؟ نعم. بالتاكيد انا الجواب عندي لا هو لا ولا هو نعم. لسبب بسيط جدا انه هذا الامر مناط بمجلس المفوضين، هو صاحب الولايه القانونيه بهذا الامر، لذلك قلنا من البدايه ان اللجان وظيفتها استلام تسلم الطلب فقط، ليس لهم الحق بموجب القانون أن يبتوا في هذا الطلب. صاحب الولاية هو مجلس المفوضين، وبالتالي هذا الأمر مناط فيه وجاري الآن، وجرى يوم أمس عرض بعض هذه الطلبات على مجلس المفوضين، وأعتقد أنه بت فيها، ولكن سنعلن عن ذلك اتباعا، وستقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بإرسال هذه الطلبات حينما يبت فيها وتقبل أو ترفض إلى رؤساء اللجان كلهم في منطقة الانتخابية. وفيما يتعلق بالقوائم هذا سيتم إبلاغ المفوضين فيه حسب عناوينهم المدرجة في الكشفات اللي قدمت أو في النماذج التي عبئت، إما بالعنوان الإلكتروني أو بعنوان بريدي أو عبر الهاتف أو أي وسيلة أخرى، وربما نصل لهم بالبريد أو ربما بالاتصال المباشر. نعم، خلال الأيام القادمة لدينا بموجب القانون كما تفضلت أخي معاذ أنه هناك أسبوع، لكن
نحن لن نضيع الوقت حتى يعني نستنفذ هذا الأسبوع على الإطلاق، لكن على كل الأخوة المرشحين أن يدركوا، وهذه دعوة لهم باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، أن يعني يتحلوا بالصبر. قبل ما أدخل الاستوديو كان بهاتفني واحد من تقدموا يوم أمس يعتقد أنه القرار اتخذ، 1518 اسم سيجري تدقيقها اسم اسم لسبب بسيط أخي معاذ. هذه القرارات ستتعرض للطعن، والطعن من قبل طرفي المعادلة في العملية الانتخابية، الطرف الأول هو المرشح والطرف الثاني هو الناخب، دين لهم الحق في الطعن في قرارات الهيئة. لذلك الهيئة حريصة على أن تدقق في هذه البيانات المرفقة، تدقق في قراراتها حتى نضمن أن قرارات الهيئة ستكون صحيحة وسليمة، ونجنب حتى إذا تمكننا طبعا نجنب عملية الطعن حتى لا نضيع الوقت، ومن ثم تصدر القرارات بالقبول، ومن ثم تعرض وتصبح نافذة، أي أن المرشح اكتسب كل المراحل القانونية الموجودة في قانون الانتخاب لكي يصبح مرشح. لذلك نقول أنه أنا يعني أطلقت على الأخوة المتقدمين في مراحل سابقة مشروع مرشح، أنا أقول عنه أنه مشروع مرشح. هذا الأمر قبوله أو رفضه هو قرار مجلس المفوضين، هناك فترة للطعن بعد الأسبوع هذا اللي هي بموجب القانون أمام حاكم الاستئناف. نتمنى أن تكون كل القرارات صحيحة وسليمة وفق البيانات اللي موجودة بين أدينا حتى نتجنب الوصول إلى، لكن نحن كهيئة مستقلة ندعو كل الأخوة الناخبين أن يدققوا في قرارات الهيئة وأن يطعنوا في قرارات الهيئة. نحن نسعى إلى بناء عملية انتخابية سليمة وصحيحة 100% وفق أحكام القانون. نتمنى على كل الأخوة المواطنين أن يدققوا في قرارات الهيئة وأن يراجعوها وأن يطعنوا في قرارات الهيئة حتى نصل إلى قائمة للمرشحين سليمة وصحيحة ووفق أحكام القانون إن شاء الله تعالى. هل سيكون هناك حضور للتحالف المدني راصد أو لهذه المصادر؟ تم اعتمادها وأصبحت هي مراقب، يعني لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية إنه بكون إلكم هذا جزء، أصبحتم وطرف من شريك يعني. هل راح يكون إلكم حضور في عملية متابعة عملية الخرج يعني الهيئة المستقلة؟ خلال الثلاث أيام الماضية كان في عندنا 95 مراقب ومراقبة دربناهم خلال الأسابيع الماضية على رصد عملية التسجيل والحملات الانتخابية، وراح يكون خلال الفترة القادمة طبعا مراقبة كاملة لكل عملية إعلان النتائج اللي راح تتم من خلال الهيئة، وبعد ذلك اللي هي عملية الطعونة راح تتم في محاكم الاستئناف، وبعد هيك القوائم النهائية، وإذا صار في عليها برضو أي طعون في برضو راح نراقب هاي الجزئية اللي راح تكون بالمحاكم. وبعد هيك يعني هاي القوائم يعني إحنا في عندنا بعض الملاحظات اللي سجلناها، إذا في عندنا أي مشاكل أو أي ملاحظات على هاي القوائم برضو راح نخاطب فيها الهيئة إن شاء الله تعالى. بدنا نحضر اتصال ثم نعود من جديد الحديث. أمين العمري من إربد، السلام عليكم. ألو، مساء الخير أخ معاذ. مساء الورد سيدا. مساء الخير لك لضيوفك المحترمين، حياكم الله يا سيدي. في عندي سؤال وسؤال ثاني. السؤال الأول هو للأستاذ حسين بن هاني، هل القانون يتيح إلى الهيئة المستقلة بتشكيل فريق قوي من رجال المخابرات والبحث الجنائي وبقية الأجهزة الأمنية والحكومية مع استعمال التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الفساد المال الذي يشري فيه ذمم الناس في الوقت الحاضر زي مكافحة المخدرات وفي الأردن ومكافحة التهريب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أخ معاذ هو تشاؤمي. أنا مواطن أردني يا أخي، أطلب في إسقاط مجلس النواب 17 من اليوم، وذلك من الأسماء المطروحة على الساحة وكثرة القوائم التي سوف تخوض الانتخابات. للأسف معظم الأسماء مكررة ومعروف تاريخها، معروف تاريخها، والكثرة من البقية أصحاب أموال فاسدة. إذا مجلس نواب 17 قادم فاسد للأسف، والله يحمي الأردن. بدك تنتخب ولا لا؟ والله لحد الآن جزء أنتخب قائمة وطنية إذا اقتنعت بالأسماء البقية مع القائمة، لكن محلية لا. طب كيف انت الان بتطالب باسقاط شيء لم تشارك فيه بنائه؟ بس لا يعني بقول حتى ما اتحسف يوم النائب، اذا وصل هذا النائب من القائمه اللي عيني عليها
اللي اقول والله فانا اعطيت صوته فشغل لي. طب كيف لا بسألوا سؤال يعني هو رايح يساوي شيء لانه سوف يكون اقلية. جميل جميل جدا بس انا بدي اسألك سؤال يعني بدي يسامحوني ضيوف الكرام بس يعني اقل من نصف دقيقة معك. تفضل. كيف انت بتطالب بشيء انت ما ساهمت في بنائه يعني كيف تنتقد شيء انت ما بنيته ولا كان لك دور في بنائه في اختيار الشيء الطيب حتى تبنيه وبعد ذلك ما تقول لك هذه المطالبه. استاذ معاذ نعم لد على الدواوير ولد على الاسماء المطروحه ولد على كثره القوائم. طيب يعني ايش مبين المكتوب مثلا من عنوانه. طيب يا حبيبي شكرا الى اشكرك بدي احيي زميلنا الاعلامي الاستاذ محمد الطراونه مدير الاذاعه الاردنيه اللي بتواصل معنا برساله ويبعث التحيه والتقدير له ولضيوفي الكرام لعطفه الاخ حسين بنهاني وللهيئه رئيس ومفوضين واداريين على الجهود الطيبه والنزيهه والامل بهم كبير. هذه رساله من الاعلامي الاستاذ محمد الطراونه اشكر عليهم. نعم بدنا نرجع للاتصالات او عفوا لموضوعنا من جديد يعني نتوقف في موضوع المال السياسي. نحن نعلم بانه صار في الايام الاخيره هناك توقيف لبعض الاشخاص كما نشرت وسائل الاعلام بانه القى القبض على سيده على رجل ببيع وبيشتري لبعض المرشحين. هل هناك من صحة لمثل هذه الأنباء؟ أنت أخي معاذ تسميه أدبا المال السياسي، أنا أسميه المال الفاسد. هذا مال فاسد يسيء إلى العملية الانتخابية وهو جرم أخلاقي قبل أن يكون جرم انتخابي. وبالتالي لكن هذا الأمر يتم خلف الكواليس خلف أبواب مغلقة، لكن نحن كهيئة مستقلة للانتخاب لن نتوانى عن إحالة كل من يثبت إدانته بهذا الجرم إلى القضاء المختص. وكما تعلم ويعلم الجميع لا نريد أن نذكر أسماء، مجرد أن يعني تبين لنا على بعض المواقع الإلكترونية أن هناك شخص يدعي أن لديه بعض البطاقات تم إحالته إلى القضاء المختص. الأمر أمام القضاء والهيئة لا تعلق على أمر أمام القضاء. أيضا من أيام قليلة جدا ضبطت امرأة سيدة أردنية تقوم لديها 54 بطاقة عفوا صورة عن بطاقة انتخابية وعشرين صورة عن بطاقة الأحوال الشخصية أو المدنية، وكانت تساوم على البيع والشراء فيما يتعلق بالأصوات، وكانت بالمناسبة يعني عرابة لمرشحة في قائمة بالمناسبة. وتم ضبطها. طيب. اسمح لنا يبدو ضغط بالاتصالات خلينا نفضل يعني لأنه عمال بيقترب نهاية البرنامج. منى الطراونة من عمان السلام عليكم. ألو منى الطراونة. هلا مرحبا. مرحبتين يا هلا. يعطيك العافية. الله يعافيكم. أنا والله يعني بسمع بالبرنامج تبعكم. نعم. حبيت أسألكم لقضية بعض التعليقات لهذا الموضوع يعني. اتفضل. هلا بالمناسبة أمور الطعام مع أمور الطعام، طب في حال إنه الواحد ينزل حالك وكل ثقة وإنه بين أنت عم تحكي بنزاهة وشفافية وأمانة وغير إنه ما نتغاضى عن أي أشياء كنا شايفينها وعشناها البرلمانات السابقة. نعم. طيب هلا إذا الواحد اتكلف وعمل وحط كل الفوقية تحتية على مبدأ إنه إيش يعني اقتنع بالرسالة اللي أنتم بتوصلوها للشعب. نعم. أوكي؟ وبالأخير اكتشف إنها بالتزوير وجل من تحت الكراسي وإنت أنزل وأنا بدعمك وإنت أسمع وإنت تجي بس هيك كمان صوت ولا يهمك التزوير. نعم. جاهز. مين بدي أعود على هاي التكاليف؟ طيب هل هذا الكلام افتراضي ولا كلام يعني حقيقي ممكن يكون؟ لا هذا كلام حقيقي لمليون بالمية ولهلا بنعيشه. لهلا بنعيشه. ان الاسماء جاهزه ومرتبه ومتكتكه. نوعا ما فينا احكي لك اياها بالضبط لانه حتى لهلا يعني مجرد انك تيجي واحد بتدخل بيتك احنا ما بيهمنا انه يكون الدائره مكتوبه على الهويه بس نكتبنا يكون تنشر الاسم وكل امورنا احنا تمام التمام وحالتنا حاله. طبعا هذا اقل شيء مجرد انك تفتح الباب وتقول له اطلع برا بسيطه بس المشكله اللي راح ينخدع بهاي الاشياء وانت بتعرف انه الاوضاع اي مين مكان برضى ب 50 وبرضى بكذا وبرضى بكذا فهاي وين من صفات النزاهه؟ نفس اللي إنه لجنة البرلمان معروف إنه النواب وكذا وإنه كان المنصب كثير مهم. نحن نساعد بس بهاي الحالة إنه بتروح السفنة يعني.
وصلت الرسالة. شكرا لك تسمون الطرانة. والله ما هاي إذا بالفعل سي إنه من الآن الأسماء جاهزة لازم ما نحاسب الحياة عليها. نحاسب التحالف المدني راسد وين هو عنا الأسماء. محمد عبد الله من عمان. السلام عليكم سيد محمد. السلام عليكم. أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. الله يعافيك وتوفيق. والله أنا بدي أشهد شهادة لوجه الله. الله يشكر الناس لا يشكر الله. أنا رئيس كتلة بالمناسبة. ضمن يعني حزب أردني. امبارح رحنا سجلنا لقينا تبع الاستعلام الصحيح في الهيئة المستقلة. أخذنا على باب المصعد وقلنا على الطابق الأول حتى هو كبس وفتنا. وفعلا لما كان الطابق الأول لقينا شخص ثاني وصلنا على الصالة اللي بدنا نقدم فيها الطلب. وكان في لجان كبيرة صالة كبيرة ما شاء الله وقعدونا عند اثنين وتحملت شغل التسجيل الكتلة تبعنا لا يتجاوز العشر دقائق وظلينا نازلين. كانت أمور ميسرة وفي من تحت يعني من عند المصعد دلنا والمصعد اللي فوق دلنا على باب الغرفة يعني بدون ما يكون في أرقام وأسهم إنك روح يعني حبة تيسر في أمور إن شاء الله الجميع يعني بيكون بنفس الطريقة. شكرا لك سيد محمد من عمان على هذه المشاركة. يعني تفضل استاذ. يعني لازم نجاوب الشتمونه انه هي تتشكك. احنا ما سمعناش اسماء طبعا. لا شتمونه انا بحكي عن شتمونه. لا هي على اسماء اللي احنا ما سمعناش شيء. لسه ما وصلهم اي شيء يعني. بس قبل شتمونه يعني كنا نتحدث في موضوع المال السياسي الان. هاي يعني راح يكون في سرعه في معاقبة اللي ارتكبوا المخالفة يعني واللي لهم دور في بيع وشراء الأصوات حتى يكونوا عبرة لغيرهم ولا يعني راح نمد فيها عاد 10-15 سنة بالنهاية براءة معاذ. هذه جريمة انتخابية وقلت يعني قبل ثواني قليلة انه هذه جريمة اخلاقية قبل ان تكون جريمة صح. انتخابية نعم. ولكن هذه المسألة يعني نحن لسنا واهمين كهيئة مستقلة ان هذا الامر صعب ان تجد عليه الدليل. يعني احد حتى المترشحين في حلقات سابقه يعني قال بصريح العباره انه لماذا لا تقوم الهيئه المستقله للانتخاب بمداهمه بيوت الناس. طب نحن دوله قانون ومؤسسات كيف لي انا كهيئه مستقله اداهم بيت معاذ الطوش بغير وجه حق؟ كيف اقيم الدليل بلا وثائق؟ لذلك قلنا انه المواطن هو شريك الهيئه. قوى المجتمع المدني شركائنا، وسائل الإعلام شركائنا، من لديه أي دليل عليه أن يقدمه. ولكن أيضا أذرع الدولة التنفيذية جزء من أذرع الهيئة المستقلة للانتخاب بموجب أحكام قانون الهيئة المستقلة. المادة الخامسة في القانون المستقل للانتخاب واضحة تتحدث عن التزام الحكومة تلتزم. ولكن أيضا الحكومة غير مقصرة في هذا الموضوع. ويعني دعني أوضح يعني حتى السيدة اللي يعني ضبطت متلبسة بهذا الجرم لم يكن أذرع الهيئة، كانت أذرع الحكومة وبالتحديد جهات أمنية. وبالتالي نحن نعتمد على كل هذه القوى مجتمعة لكي نكافح هذا المال السيء وليس هو المال السياسي بالمناسبة. فنحن نعتمد على كل الناس. ولذلك نقول دائما وأقول دائما أن الناخب كل الناخبين هم شركاء الهيئة المستقلة للانتخاب، هم عيون الهيئة على كل مجريات العمل الانتخابية. إذا لم يساعدونا كيف نساعد نفسنا احنا؟ تحدثت الأخت منى عن أسماء يعني في حديثة قالت لك يعني هلا جاهز الأمور. هل بصراحة يعني وردكم شيء من هذا القبيل يعني اللي بكل شفافية؟ صراحة لا ما ورد شيء. ما وردكم أي شيء على عملية تفاوض بين حكومة بين هيئة بين مسؤولين؟ ما وردنا شيء. ما وردكم بهذا الخصوص. طب خلينا أطمنها إذا ما وردهم خلينا أطمنها بسلسلة الإجراءات. يعني أتمنى أنها تكون شاهدنا ستمنى عشان تعرف بس أنه هذه المرة في ظل الهيئة المستقلة للانتخاب في ظل إرادة سياسية يقود جلالة الملك أقول وأنا مسؤول عن كلامي وليحاسبني عن الشعب الأردني بعد أن تجرى العمل الانتخابي في مرحلة النهائية يوم الاقتراع والفرز. كل صندوق قد يكون المدرسة أو مركز الاقتراع في 10 صناديق. أخي معاذ رئيس الصندوق رقم 1 لا يعلم ماذا في الصندوق رقم 2 ولا في رقم 3 ولا واحد بيعرف شو في عنده الصندوق اللي بجنبه. كل الداتا حتى شاشة الكمبيوتر اللي عنده فيها أسماء اللي موجودين بالصندوق فقط ومرتبين حسب الأحرف الأبجدية.
وبالتالي إذا كان هذا الصندوق فيه 500 ناخب، هناك 500 ورقة اختراع للدائرة المحلية و500 للدائرة العامة، وهناك كشف بهذه الأسماء، وسيؤشر على اسم الناخب لحظة أن يدخل الصندوق، وستحجز بطاقته الانتخابية وستقص وستدرج بقائمة، وعندما يفتح الصندوق سنفتح الصناديق في ذات المكان وأمام سمع وسمع وبصر الدنيا كلها ليس الأردن، سيسمح لوسائل الإعلام أن تنقل بالبث الحي والمباشر لحظة فتح الصندوق، وبحضور مندوبين المرشحين وبحضور قوى المجتمع المدني والمراقبين المحليين والدوليين. نحن كهيئة مستقلة للانتخاب دعينا أربع مؤسسات كبرى من لهم باع ويد يعني طويلة في العمل التطوعي فيما يخص الرقابة على الانتخابات في كل دول العالم، من ضمنها مؤسسة كارتر والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمعهد الديمقراطي، وهذا يجري لأول مرة بدعوة من الهيئة. جميل، أسألك هل هذه يعني مبشرة لكم كراصد كتحالف ضدهم لأنه في جدية بصراحة في أن نصل إلى انتخابات؟ بصراحة نحن في النهاية عملية بشرية يعني أكيد. من غير المنطق ومن غير العقلانية أن نقول بأنها عملية لازم تكون 100%، ولكن على الأقل أن نخفض من وصمة العار القديم. أكيد، ولكن ما نتمناه يعني خلال الفترات القادمة وخلال فترة يوم الاقتراع أو خلال يوم الاقتراع أنه اللجان الانتخابية تطبق هاي التعليمات اللي وراءتها الهيئة واللي كثير منها كان من ضمن التوصيات الجهات المختلفة اللي بتراقب الانتخابات. يعني بحب شدد هنا انه على تنفيذ هاي الاجراءات فيما يتعلق مثلا بمثلا تصويت امني، يعني صحيح انه ما راح يكون في لفظ لاسم المرشح او لاسم القائمة، بس انه يعني اللجنة في مختلف انحاء المملكة من شمالها لجنوبها انه تطبق هاي التعليمات. هذا ما اتمنى انه يكون يوم الاختراع. جميل جدا. ما السر وراء اقبال المرشحين؟ يعني 820 بتنافس على 27 مقعد في الاقبال على القوائم، و 698 على 123 مقعد. اولا نظرك ما هو السر وراء الاقبال على الافراد ولا على القوائم؟ على القوائم، اقبال على القوائم والتراجع عن الأفراد. على الافراد في تراجع عن السنه الماضيه، مع انه في زياده في المقاعد. ممكن كثير من القوائم يعني كان صار في تعباية للاسماء فيها، فهذا بيزيد. لكن لدينا ادراك مطلق بانه على الاقل 33 قائمه راح تاخذ صفر. 33 قائمة راح تاخذ، ما لانه احنا بنحكي عن على الاقل راح تاخذ صفر. لنفرض انه كل قائمة لنفرض مثلا اخذت مقعد 27 قائمة بتاخذ، والباقي كلياته بروح صفر. صحيح. يعني اذا جاز لي اعلق انا اقول انه قد يكون السبب هو ان فكرة القائمة يعني قيمة مضافة على قانون الانتخاب، ولا نستطيع ان ننكر ذلك رغم ان الهيئة المستقلة، وانا يعني صريح بهذا الموضوع، احنا لسنا راضين عن هذا القانون، لكن علينا ان نعترف ان ما ورد في موضوع القائمه هو قيمه جديده تضاف الى العمليه الانتخابيه، بمعنى ان هذا تطور شئنا ام ابينا، قبلنا او لم نقبل هذا القانون من الصفر الى 27. هذا تطور يعني قد يؤدي، انا اقول قد يؤدي الى دفع الحياه السياسيه، دفع الحياه الحزبيه، يعني تنمية فكرة الجماعة والفريق داخل البرلمان والوصول إلى الحكومة البرلمانية. ربما إذا نجحت هذه العملية في القوائم وهذا الإقبال أن يدفع صناع القرار في المستقبل البرلماني إلى اعتماد ثلث مجلس قوائم وطني أو النصف مثلا، نصف إلى هذا المستوى من في ظل الإقبال الكبير على القوائم. يعني أنا أظن أن ربما يكون هذا القانون من أوائل القوانين التي ستعرض على البرلمان القادم لغايات تطويره، ربما يكون أحد المتطلبات في من قبل البرلمان القادم، نأمل أن يكون ذلك. لكن الفكرة حقيقة هي فكرة جديدة وتشكل تطور جديد شئنا أم أبينا في الحياة البرلمانية الأردنية. نأمل أن يكون فعلا هناك قوائم ستحقق نسب لا بأس فيها، بحيث تكون هناك توافق فكري
أو نوال توافق مثل داخل هذا البرلمان يؤدي إلى حكومة برلمانية في المستقبل القريب؟ يعني جهة رقابية ألا تعتقد بأن القوائم الوطنية هي أيضا سلاح ذو حدين، بحيث أنه رح ينعكس سلبا على 123؟ يعني احنا عمالنا بنلاحظ الرموز كلها السياسيين، رجال الاعمال، الاقتصاديين، غير النقابيين ذهبوا الى القوائم بالنهايه بتطلع 27، لكن احنا ما بنعرف شو اللي حصل الان بال 123 نقابه. يعني هذا برجع للمواطنين انه شو راح يختاروا فيما يتعلق بالافراد. طب هل من الممكن نصل الى 27 قاعدين بهالمجلس نخبه؟ 123 ربما نسقط منهم 100، يعني يصيروا عبء علينا. هذا خيار المواطن في النهاية. بالنهاية هذا هو خيار المواطن. بأخذ آخر السؤال ثم أعود إلى أول مرشح في تاريخ الدولة الأردنية يحصل على الوحدة، ولكن وحدة لوحده. وحيد طبعا. محمود الخزالة من المفرق، السلام عليكم. الله بأنوار المدى يا أخ معاذ. أهلا وسهلا بك. حياكم رجالات رجالات الأردن، الله يعطيهم ألف عافية، ومشكورين يا سيدي على ما بذلوه لهذا العرس الوطني المهم جدا المفصلي. حياكم هذا البلد. تفضل سيدي. مداخلتي حول المال السياسي، المال السياسي يكون وفقا أناشدك وأناشد الهيئة المستقلة الموجودين أمامك، أنه لا له قيمة في فرد النائب لا سابقا ولا لاحقا. اكبر اهم شيء واصعب شيء انك تاخذ ثقه الانسان. ثقه الانسان مهما كان وعيه لا يمكن يؤخذ بالمال. نعم. النواب السابقين كان الضعف الادارهم تحت البرلمان، قوه البرلمان هو كان من باب تدوير الانتخابات ليس المال السياسي. صح صرفوا مال سياسي لكن لم ياخذوا اصوات. انا بدي اسالك سؤال، لو احد الاشخاص نفق ملايين الملايين، كيف بده يضبط فلان من الناس انه يجلب صوته في الصندوق له؟ شو الطريقه يعني؟ لولا ما كان تدوير وتنسيق من جهات لها نفوذ لم نخرج بالنواب اللي هم وصلونا لهذه الدرجه. فلا يكون خوف لا لكم يا الهيئه المستقله ولا للمواطن الاردني انه سوف يخرج نواب. خلهم يصرفوا مصاري على الصناديق، لا خلي الناس تاخذ منهم مصاري. لكن لا يمكن، انا وصان وهذا الكلام انا لاحظته. أشكرك أبو محمود، درسنا الوقت يعني وصلت رسالتك وهي هامة بالتأكيد، شكرا لك. بدي أنتقل إلى يعني في عجالة لأول مرشح بات في حصن مؤكد عبوره إلى قبة البرلمان 17 دون وجود أي منافس. سيدي طبعا سيد ميرز أبو لا من جهتي أنا مبارك له، من جهتكم أنتوا لسه. أنا أتحدث بلغة القانون. نعم بالتأكيد قانونية. ميرز أبو لاد ميرز أبو لاد بموجب قانون الانتخاب وبموجب الأحكام الواردة فيه هو استلم طلبه من قبل الهيئة، مشروع مرشح حتى يصدر قرار الهيئة بالقبول أو الرفض. إذا تم قبوله ولم يطعن فيه، وهذه مهمة، لم يطعن فيه من قبل الناخبين، يصبح فعلا نائب وأول نائب في البرلمان. قبل هذا قبل هذا الإجراء القانوني يبقى مشروع مرشح، لكن تبقى أيضا لأبناء الشركة في السلطان الحق الذهاب بالانتخاب طبعا. أما فيما يتعلق بمقعد الشركة في السلطان في الزرقاء يصبح لأول مرة بالتزكية. النص القانوني واضح. النص القانوني واضح. طب أنا بدي أسأل، في حال وجدت هناك ثغرة وتم الطعن بطلب الترشيح للسيد ميرز أبو لاد ورد طلبه، ما هي الإجراءات؟ هل راح يتم فتح باب التسجيل من جديد؟ بالتأكيد لا، ستجرى انتخابات تكميلية بناء على أن هذا المقعد شاغر بعد ما ينتخب المجلس. بالتأكيد طبعا، وبناء على أسس طبعا بناسب رئيس المجلس حسب القانون. هذا مكان شاغر لم يعبأ بالشكل القانوني الصحيح والسليم، يعبأ بانتخابات تكميلية حسب القانون. متى سجل السيد ميرز أبو لاد؟ هل اتضح لكم تاريخ تسجيله؟ حقيقة ما عندي هذا التاريخ، لكن هو مسجل. أنا شفت القوائم المحلي مسجل، نعم موجود اسمه
بين طبعا ربما تكون هي الحالة الأولى في تاريخ البلد. ربما ربما لكن لننتظر قرار الهيئة أول. هلا بدنا نحكي مع اخواننا اللي بيرفضوا العملية. هل كنت تتوقع انكم يخرج بين ايديكم يعني مثل هذه الحالة؟ صراحة يعني بعد بداية التسجيل وملاحظتنا لضعف الإقبال على الأفراد فيعني توقعنا أن يكون في حالة أو حالتين على الأقل تسكير. نعم. خليني بس أحكي بآخر شغلة لعجالة نصدق أكيد يعني لأني حتى راح أضطر أنه مباشرة أكيد يعني بعد يعني الأجهزة الأمنية ما شاء الله بالأردن عم بتقوم بجهود كثير كبيرة بحل مشكلة يعني جرائم ومشاكل كثير خطيرة. يعني أتوقع في حال تعاونها مع الهيئة يعني مش من الصعب انه يحدوا من موضوع عملية شراب. جرتني لسؤال مهم جدا بالثلاث ايام، هل وجدتم تدخل للأجهزة الأمنية وبين قوسين دائرة المخابرات في الثلاث ايام بعملية الترشيح؟ صراحة ما ورد معي اي شكاوي عن هذا الموضوع نهائيا. لم يكن هناك ورود اي لا من الرافضين ولا من المرشحين، لا من الرافضين ولا المرشحين عن تدخل اي من الاجهزه الامنيه في موضوع الترشح بما فيهم المخابرات العامه، لانه الاجهزه الامنيه بشكل عام يعني انا بدي احييكم واشكركم كل التحيه وتقديركم. ان شاء الله دائما نلتقي على المحبه، محبه الوطن من اجل خدمه الوطن ان شاء الله تعالى. شكرا لكم. شكرا بني هاني ناقد اعلام من الهيئه المستقله للانتخابات، كل التحيه والتقدير للسيد والمهندس محمد الحصاني مدير برنامج رصد الانتخابات والاداء البرلماني في مركز الحياه. شكرا لك والله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. كل منكم حقيقه. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، شكرا لفريق البرنامج، هذه تحياتي انا معرض لكم، تصبحون على خير، واترككم مع الزميل كامل لطفي في عالم اليوم. اليك كامل. شكرا للزميل معاذ الطوش الذي كان معنا من الساعه 9 وحتى الان.